لتعزيز الإنتاج الدوائي بالسوق المصرية. شهد لواء عماد كدواني محافظ المنيا بدء تشغيل خط الإنتاج الجديد بأحد مصانع الصناعات الدوائية في المنطقة الصناعية بالمحافظة. المحافظ استمع إلى شرح تفصيلي من مدير المصنع حول تطور خطوط الإنتاج الأخرى التابعة للشركة، كما قام بتفقد محطة معالجة المياه التابعة لمصنع كربونات الكالسيوم التي تم إنشاؤها بتكلفة 5 ملايين جنيه لتوفير مياه عالية الجودة خالية من الأملاح والشوائب لتلبية احتياجات المصنع وضمان أعلى معايير الجودة في الإنتاج. وخلال جولته بالمنطقة الصناعية قام كدواني بجولة تفقدية داخل مصنع تجفيف البصل لمتابعة سير العمل والتأكد من انتظام الإنتاج، وأشاد بدور المصنع في توفير فرص عمل لأكثر من 1200 سيدة من محافظة المنيا بما يسهم في تحسين المستوى المعيشي للأسر. وأكد محافظ المنيا خلال الجولة ضرورة استمرار دعم المشروعات التصديرية لما لها من دور محوري في تنمية الاقتصاد المصري وتوفير العملة الصعبة، مشددا على أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة لضمان استمرار التنافسية في الأسواق الخارجية، وتفعيلا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بداية جديدة لبناء الإنسان. قام لواء عماد كدواني محافظ المنيا بتسليم 2500 شنطة مدرسية لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية من طلاب الأسر الأولى بالرعاية والأيتام لتخفيف العبء عن الأسر في مواجهة أعباء العام الدراسي، وذلك بالتعاون مع إحدى الجمعيات بالمنيا وتحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي وتحت شعار أهلا مدارسنا. وضمن مبادرة بداية أيضا قام محافظ المنيا بتسليم 500 شنطة مدرسية للطلاب الأولى بالرعاية من الأيتام وذوي الهمم من قرى المحافظة ضمن حملة فرحهم بشنطتهم التي تنظمها جمعية الأرمان ومؤسسة راعي مصر للتنمية بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد. وقام محافظ المنيا لواء عماد كدواني بزيارة لمعرض صندوق تحيا مصر بالتعاون مع مؤسسة راعي مصر بمركز صمالوط لتوزيع 10,000 قطعة ملابس جاهزة بالمجان على الأسر الأولى بالرعاية، تتضمن ملابس ذات خامات عالية الجودة ومقاسات متعددة ومناسبة لفصل الشتاء ودخول المدارس لإتاحة الفرصة للأسر المستحقة من الأولى بالرعاية لاختيار ما يناسبها، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وضمن فعاليات أكبر حملة كساء على مستوى المحافظات. سوزان مصطفى، النيل للأخبار.